يعني أتذكر مرة طبعا شكلت لجنة ثلاثية عن إدارة الجيش والحرس برئاسة الله يرحمه قصي عضوية وزير الدفاع وأمين سرعان قيادة العامة القوات المسلحة. فهاي ناقشون الترقية، ترقية الضباط برئاسة قصي، هي لجنة ثلاثية برئاسة أمر السيد رئيس رئاسته. يعني قصي هو يرقي الضباط؟ يعني مو يرقي الضباط، هي لجنة يعني الضباط وزارة الدفاع إيه يعني ينظر في أمر ترقيتهم، هو رئيس لجنة تنظر في أمر ترقية الضباط. عمره ما كان إلى رأي، رأي الوزير يعني من خلال المتابعة، يعني ما فرض رأي. وأعطيك مثال، بل بالعكس كان إيجابي بموقف معين. موقف المكتب العسكري في موضوع الترقية والتقاعد إلى رأي، المكتب العسكري ويدير الحزب في الجيش. فأحد الضباط أظن اسمه توفى، عميد قتيبة أذكر اسمه، ما أريد أجيب اسمه الكامل، أعرفه طبعا، كان ضابط ركن أقدم مديرية الحسابات العسكرية، وضابط مهني يعني متمكن في عمله، لكن مبعثي يعني وصل عميد مبعثي. في المكتب العسكري اقترح إحالة التقاعد لأنه يرفض يصير بعثي. المكتب العسكري سياق مع إدارة الضباط، وإجا جدول الترقية والتقاعد إلى الوزير، طرح باللجنة الثلاثية، طرح اسم هذا الضابط رئيس اللجنة قصي. قصي سأل قال هذا شلون الضابط؟ الوزير الله يرحمه قال له هذا من الضباط الجيدين، زكاه. والمكتب العسكري يقول طلعوا تقاعد لأنه مبعثي. تعرف يعني شنو كان مقترح رئيس اللجنة وافقوا عليه؟ يرفع إلى لواء وينقل إلى مدير عام حسابات الحرس الجمهوري والحرس الخاص. طبعا بعد الاحتلال اشتغل أيضا في وزارة الأعمار والإسكان أظن مدير عام المالية أو وكيل مالي بعد الاحتلال هو نفسه، وأظن أختي من قبل تنظيم القاعدة الإجرامية. فأشوف الموقف يعني أنت تطلع تقاعد لأنه رفعه إلى لواء، إلى رتبة أعلى ومنصب مدير عام حسابات. فكانوا يعني حقيقة يعني الوزير الله يرحمه كان دائما مع جانب الخير وليس مع جانب